اللي عنده اي سؤال طبعا زي ما سعودي عمل في الاخر هنجاوب في الاخر يعني على اي سؤال او كده. طيب خليني انا مش هتكلم على الباي انفورماتكس خالص، بس انا هقول ديفاين كده للباي انفورماتكس عشان من خلاله نروح ناحيه البايو ستاتكس. فالباي انفورماتكس هو زي يعني زي ما احنا عارفين او مش عارفين او لسه هنعرف النهارده يعني، او سعودي اتكلم عن الموضوع، ان الباي انفورماتكس عموما يعني هو الفيلد اللي بيجمع ما بين الانفورماتكس والبيولوجي. لما بيكون عندنا بيولوجيكال داتا وبنبدا نستخدم الانفورماتكس تول زي الكمبيوتر ساينس، يعني الكمبيوتر ساينس نوتا تول يعني، بس قصدي بروجرامينج، الماثماتكس، الاستاتكس، كل دوت احنا والداتا بتاعتنا جايه من بيولوجيكال اكسبيرمنت، فكل دوت احنا بنقول ان احنا بنعمل باي انفورماتكس يعني على اساس ان الداتا جايه من بيولوجي. وانفورماتكس بيكوز وي ار يوزنج ذا تولز يعني للانفورماتكس او للداتا ساينس بيدهن. اوكي، فالبايوستاتكس تعتبر جزء كده من البايوانفورماتكس، لكن البايوستاتكس الصراحه هو علم اقدم بكتير من البايوانفورماتكس، او فيلد اقدم بكتير من البايوانفورماتكس، لان البايوستاتكس هي بيستخدموها من ساعه ما بدا يبقى في اكسبيرمنتال ديزاين، وبدا يبقى في داتا، وبدا يبقى في اناليسيس، فظهرت البايوستاتكس. ممكن كانوا في الاول ما بيسموهاش بايوستاتكس يعني، وكانوا بيسموها ستاتكس عادي، لان الاستاتكس والبايوستاتكس ما فيش فرق ما بينهم يعني، غير ان غير ان الاستاتكس انا بشتغل على اي داتا، بكولكت اي نوع من الداتا، بعمل مونيتورنج لاي نوع من الداتا، بعمل اناليزنج لاي نوع من الداتا، سمرايزنج، بعمل بحاول افهم الداتا ديت ايا كان السورس بتاعها منين. لكن في البايوستاتكس يعني الفرق الوحيد ان الداتا دي بتبقى جايه من بيولوجيكال اكسبيرمنت او بيولوجيكال ساينسز عموما يعني. طيب اليوزز اوف بايوستاتكس طبعا كتير جدا 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 جدا، زي ما كنا بنقول اي بايولوجيكال اكسبيرمنت دلوقتي بيبقى في الاخر فيها شغل بايوستاتكس يعني، على اساس ان في التراديشنال بايولوجي لما كنا بنيجي نقول مثلا ان احنا هندرس الجين اكس بتاع ديس اوردر اكس في الانسان يعني، كنا بنشتغل على جين واحد او سيت اوف ديفرنت جينز معروفين، فبنبدا نعمل الاكسبيرمنت بتاعتنا مثلا، وبنعمل بنشوف الاكسبريشن بتاعهم، بنشوف ايا كان، بنشوف ايه. التراديشنال بايولوجي ما كانتش بتحتاج قوي التايب دوت اوف اناليسيس، بس لما دخلنا في الايرا بتاعت الاومكس وبدانا ندرس السيستم كله، مش بس 2 اور 3 ديفرنت جينز، احنا ندرس الجينز على مستوى الجينوم كله. في الاومكس ايرا بندرس الجينز كلها، بندرس البروتيومكس كلها او البروتينز كلها، بندرس الميتابلايتس كلها. فالداتا ديت كتير قوي، الداتا ديت محتاجه ان احنا نفهم ازاي هاو تو كولكت الداتا ديت، هاو تو كلين الداتا ديت، هاو ازاي اتخلص من الايرورز اللي في الداتا ديت، ازاي اشوف حاجه ليها سيجنيفيكانت فاليو فعلا او سيجنيفيكانت ريزلت في الداتا ديت كلها، لان الداتا بتبقى حجمها مهول. فالاناليسز العاديه او الاناليسز اللي انا او اللي انا ابص للداتا زي زمان هتبقى صعب جدا، فمحتاجين ورك فلو معين نقدر نعمل كل دوت في الداتا، نقدر نعمل كليننج، نقدر نعمل فيجواليزيشن للداتا ديت، نقدر نعمل نقدر نطلع منها سيجنيفيكانت ريزلت. فكل دوت او كل التولز ديت بتيجي منين؟ بتيجي من الاستاتكس او البايوستاتكس في الكيس بتاعتنا يعني، لو هنتكلم على البيولوجيكال اكسبيرمنت او البيولوجيكال داتا سورس بس يعني. فاليوزز كتير جدا، لما اجي اعمل ايفالويشن مثلا للافيشنسي اوف فاكسينز معينه، ديفرنت فاكسينز، وعايز اعرف مين اللي بيدي سيجنيفيكانت ريزلت عن مين، فببدا استخدم البايوستاتكس تولز او الاناليسيس او الورك فلو. لما باجي مثلا اشوف الكورليشن او الاسوسيشن بتوين تو ديفرنت فاريبلز في البوبوليشن معين، او الكورليشن بتوين drugs والside effects بتاعته، او اي association between two variables biologically يعني، فبروح استخدم ال biostatistical analysis tools او biostatistical analysis workflow. لو عايز برضو اشوف هل في difference between two populations في حاجتين مختلفين، او في ال outcome of drug مثلا على two populations مختلفين او two samples مختلفين، لازم استخدم ال biostatistics tools.
فالبايوستاتكس البايوستاتكستيكال اناليسيز بستخدمها في كل حاجه حاليا ليها علاقه بالبيولوجيكال اكسبيرمنت او لما باجي بتست حاجه في البيولوجي. اوكي ممكن احنا يعني لو هنيجي نتكلم ممكن نبسط الموضوع ونقسم الاستاتستيكال اناليسيز ديت ورك فلو لتو different types. يعني هي مش types بس احنا نقدر نقول كده. فمثلا ممكن نقول ان في statistical analysis في حاجة اسمها descriptive statics و inference. الdescriptive ممكن نقدر نقول عليها احنا ما بنعملش اي حاجة غير احنا بن collect وبن summarize وبنعمل presenting للداتا اللي عندنا without any يعني من غير ما اعمل اي حاجة. انا مش عايز اعمل اي حاجة في الداتا غير اللي انا اشوف الداتا بتاعتي شكلها عامل ازاي, اقدر اعمل لها collecting ازاي, اقدر summarize الداتا دي كلها ازاي, واقدر present الداتا دي كلها ازاي من غير ما طلع منها اي result. انا مش عايز اطلع منها اي result, انا خدت الداتا زي ما طلعت لي من الاكسبيرمنت وعايز اشوف الداتا دي شكلها عامل ازاي او الداتا دي ايه distribution بتاعها عامل ازاي للناس. يعني انا بعمل كده اكيد للناس مش ليا, اكيد طبعا ليا في الاول عشان افهم الداتا بتاعتي عامله ازاي شكلها ازاي, ايه اللي انا ممكن اعمله بالداتا ديت, ايه ال different ways اللي انا اقدر اطلع منها result بالداتا ديت, والداتا ديت اصلا شكلها طبيعي وسليم ولا لا, فيها errors كتير ولا لا. كل دوت ممكن اعرفه عن طريق ال descriptive statics. وهي يعني ال descriptive بتبقى اكتر visualization plotting charts عن ارقام او كده, اكيد داخل فيها ارقام وأكيد داخل فيها different tests يعني او analysis workflows بتقول لنا حاجات معينه, بس يعني مين اللي بتبقى او الاحسن اللي احنا نشوفها عن طريق plots او charts او كده عشان نقدر طبعا يعني الصور احسن من الارقام في اي حاجه. لما بشوف صوره افهم منها حاجه معينه احسن ما اشوف ارقام واقدر افهم منها حاجه. الصور احسن من الارقام بالنسبه للانسان, يعني بالنسبه لو واحد بيبص على حاجه وشاف صوره هيفهم منها احسن ما هيفهم من الارقام يعني, او هتدي له البيج بيكتشر بتاعت الداتا بتاعته كلها عامله ازاي. في الانفرنس احنا هنا بدانا نعمل اناليسز, بدانا عايزين نقول حاجه, عايزين نطلع حاجه, عايزين نقول مثلا ان الدراج دوت احسن من الدراج دوت او الفاكسين دوت احسن من الفاكسين دوت. بس في الانفرنس او في الانفرنس عموما لما بنيجي نشتغل, ليه بنقول عليها انفرنس يعني عشان احنا لما بنيجي نشتغل اناليسز عموما في اي بيولوجيكال اكسبيرمنت, مثلا لو انا جبت مثلا لو انا عندي ديس اوردر معين او مرض معين وعايز تست عليه دراج معين, فانا مش هجيب مثلا كل الناس اللي في العالم او كل الناس اللي في مصر اللي عندها المرض دوت وتست عليهم الدراج دوت. هيكون الموضوع صعب ان انا اجيب كل الناس ديت, مكلف وصعب وكل حاجة, مش في مصر بس يعني مش تكلفة صعبة في مصر بس, تكلفة صعبة في اي مكان اللي انا اعمل اكسبيرمنت على النطاق بتاع البوبوليشن كله بتاع الشعب كله, ده مستحيل علميا يعني, ده صعب جدا. فاللي بيحصل ان احنا بنجيب سامبل او عينة زي ما بنقول, يعني اللي انا مثلا هجيب يعني فور اكزامبل, طبعا الارقام ديت ملهاش معنى انا بقولها عشان كاكزامبل. فمثلا لو انا عندي المرض دوت موجود في الشعب مثلا بتاع البلد اللي انا عايش فيها, في 20 واحد عنده المرض دوت, فانا هجيب مثلا 5 منهم وهتست الدراج دوت او هتست تو ديفرنت دراجز يعني اشوف مين فيهم هيشتغل احسن على الخمسه دول. ومن خلال الخمسه دول او من خلال الريزلت اللي هتطلع لي او الداتا اللي هتطلع لي من الداتا ديت, انا هعمل انفرنس على البوبوليشن كله. فاقول مثلا الدراج الاولاني اشتغل احسن على السامبل بتاعتي, فالدراج دوت هيشتغل احسن على البوبوليشن كلها فور اكزامبل. اوكي طيب في كده يعني statistical terms كتير كده, مش كتير يعني, هم كذا حاجة, في كذا حاجة أو common يعني. هنا في 4 بس يعني عشان واحنا بنتكلم يبقى فاهمين ايه اللي احنا بنقوله دوت, بس طبعا هم أكتر من كده بكتير, بس خلينا نقول الأربعة دول وإيه معناهم. data ديت set of values بتبقى عبارة عن observation, يعني for example مثلا انا عايز اشوف الاسوسيشن بين مثلا التول مثلا ومثلا
طول مثلا، طول مثلا طفل، الطفل اول ما بيتولد، وطريقه مثلا او الادويه اللي ام الطفل دوت مثلا كان بتاخده وهي وهي بريجننت فيه او كده، فور اكزامبل يعني انا بقول اي اكزامبل. فالتول اللي انا هاخده للاطفال دول هو ديت الاوبزرفيشنال يونت بتاعتي، وكل الاوبزرفيشن بقى بتاع كل الاطفال اللي انا خدتهم دول هي ديت السيت اوف داتا اللي عندي اللي انا هشتغل عليها الاناليسيس. البوبيوليشن بتبقى الانتاير جروب اوف بيبل بتاع الاستادي، او بتاع في الاغلب ما بنقولهاش على بتاع الاستادي، يعني هو البوبيوليشن هو كل الناس اللي عندهم حاجه معينه. يعني مثلا لو بنقول مثلا التول البوبيوليشن بتاعت مصر مثلا المتوسط بتاعهم مثلا 170، فاحنا البوبيوليشن مقصود بيها الشعب كله او كل حاجه، او كل حاجه في الاكسبيرمنت بتاعتي او في او خارج الاكسبيرمنت بتاعتي. السامبلينج يونت هي كل ممبر في البوبيوليشن ديت بسميه سامبلينج يونت. السامبل او العينه هي ان انا باخد بارت معين من البوبيوليشن ديت عشان ابدا ادرس عليه حاجه معينه عشان اعمل انفرنس من السامبل ديت على البوبيوليشن كله. اوكي طيب، الداتا تايبس، الداتا تايبس او الكولكشن بتاعها، في تو ديفرنت داتا تايبس، الكاتيجوريكال او النيوميريكال، او الاحسن يعني بنقول عليهم الكواليتاتيف والكوانتيتيف داتا او فاريبلز. الكواليتاتيف بيتقسموا لحاجتين، بيتقسموا لنومينال، وهي عباره عن النومينال ديت عباره عن ان اوردرد وكاتيجوريز. يعني مثلا لما بجيب 10 بني ادمين مثلا وبقسمهم ميل وفيميل او سموكر ونان سموكر، فانا كده بشتغل على كاتيجوري، بشتغل على جروب، بشتغل على كواليتاتيف داتا. ونوع الكواليتاتيف داتا ديت نومينال داتا، لان ما فيش اي نوع من انواع الاوردرنج هو ميل فيميل، زيرو اور وان، يعني زيرو او زي ما بيقولوا او ما بيقولوا زيرو وان، ميل فيميل، سموكر نون سموكر، الحاجه وعكسها مثلا. او بشتغل على اوردر داتا، يعني بتبقى برضو كواليتاتيف. مثلا لو مثلا لو شغال على مرض معين والمرض دوت ليه ستيجز معينه، فبقول مثلا مايلد مودريت سيفير، او بقول مثلا الستيج الاولاني في المرض دوت الستيج الثاني، او الفيس الاولانيه الفيس الثانيه الفيس الثالثه. ففي نوع من انواع الترتيب، بس برضو انا مش شغال على ارقام، كل ديت مش ارقام، كل ديت كواليتاتيف. ما بقدرش ما فيش عدد في الموضوع، ما فيش رقم في الموضوع، ما فيش فاليو في الموضوع، هو مجرد كواليتاتيف فاريبلز او كاتيجوريكال فاريبلز اللي انا بعمل جروبينج للداتا اللي عندي. النيوميريكال فاريبلز او النيوميريكال داتا او الكوانتيتيف داتا هي الداتا اللي بتتعد، في منها نوعين، في منها ديسكريت داتا وفي منها كونتينيوس. الديسكريت هي عباره عن بنقول ايه، يعني امتى بنقول ديسكريت على الداتا ديت؟ لما بتبقى الهول النيوميريكال فاليو، بمعنى اللي انا مثلا شغال مثلا عندي مثلا ممكن نقول ايه فور اكزامبل التول مثلا، التول ممكن يبقى ديسكريت وكونتينوس. يعني مثلا لو انا هشتغل مثلا على التول وهقول 160 170 180 او 185 وهكذا، فده ديسكريت. ممكن يبقى كونتينوس في نفس الوقت لو انا هشتغل عليه وهاخد بالديسمالز، يعني مثلا هقول تول 160 160 ونص 160 و8 من 10 160 و9، فده يعتبر كونتينوس. يعني خلاصه ان الديسكريت هي حاجه بقى نيوميريكال فاريبل بعدها بديسكريت هول نمبر، يعني 1 2 3 4 5 6. لكن الكونتينوس بتبقى رينج من الارقام، يعني من 1 ل 2 في ارقام لا نهائيه. يعني لو قلنا 1.0001 1.00002 1.00، فده الكونتينوس داتا. فبتبقى على حسب انا شغال على ايه، وطبعا كل واحده من الكواليتاتيف والكوانتيتيف بيبقى ليهم different way of analysis. لازم ابقى اكون عارف ايه نوع الداتا اللي انا شغال عليها عشان اعرف النوع الاناليسيز اللي انا هعمله عليها.
طيب ال source بتاع ال statistical data عموما بيبقى جاي منين؟ لو هنتكلم من ناحية ال biology مثلا، بيبقى جاي من ناحية، ممكن يبقى جاي من experiment، ممكن يبقى جاي من surveys، ممكن يبقى جاي من records already موجودة في كتب أو في research papers قبل كده معمولة وأنا لميتها وعملت عليها analysis تاني. الاكسبيرمنت عادي انا ببرفورم نوع من انواع الاكسبيرمنت عشان اكولكت داتا معينه. يعني مثلا لو انا عندي مثلا تو ديفرنت تايب اوف دراجز او تو دراجز، يعني دوايين معينين، ومثلا عايز اشوف الاثنين دول بيأثروا ازاي على الجين اكسبريشن مثلا بتاع الهيومن مثلا، فانا هجيب تو جروبس اوف هيومن، هدي الدواء للجروب الاولاني والدواء الثاني للدواء للجروب الثاني، وببدا اشوف الجين اكسبريشن، هقيس الجين اكسبريشن بتاع كل جروب فيهم واطلع الداتا ديت اللي هي تعتبر عندي اللي هي الجين اكسبريشن بتاع كل جروب، وابدا اشتغل عليها الاناليسيس بتاعتي فور اكزامبل. او سيرفيز، السيرفيز عموما بتستخدم في الـ في الابدمولوجيكال ستاديز، يعني بتبقى عبارة عن في الهيل سكير والحاجات والحاجات ديت. يعني انا الصراحة ما عنديش اي اكسبيرينس في الحتة ديت. او ريكوردز اللي هي بتبقى اوريدي موجودة في كتب اتلمت على لونج تايم، معمولة في ريسيرش بيبرز قبل كده، وانا بدأت الم الداتا ديت واشتغل عليها تاني، بيسموها ريدي ميد داتا لان اوريدي حد عملها قبل كده يعني، او حد لمها قبل كده. الداتا كان بي كولكتد لاما في، يعني في تو تايبس اوف داتا كولكشن، لاما برايمري لاما سكندري. لو برايمري فاحنا كده بنتكلم ان 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 الشخص اللي بينفستيجيت الاستادي نفسها او بيعمل الاستادي نفسها هو اللي عمل اوبتيننج للداتا. اول سكندري اللي هي اوريدي ريكوردد داتا، اللي هي مثلا لو انا شغال على مرض معين وعايز مثلا الكلينيكال داتا بتاعت الناس اللي عندها المرض ديت في المستشفى انا شغال فيها مثلا، فالداتا ديت بسميها سكندري كولكتد داتا عشان هي اوريدي ريكوردد وكولكتد مثلا في الهوسبيتال اللي انا شغال فيها او اي كان المكان اللي انا شغال فيه. طيب دي كانت الداتا تايبس والداتا كولكشن. طبعا يعني اللي احنا بنقوله دوت يعني 101 انتروداكشن بسيط جدا عن حاجات بسيطه جدا عشان بس يبقى عندنا خلفيه يعني ايه باي ستاتكس او ستاتكس عموما، يعني مفيش فرق. الداتا برزنتيشن، عندي ديفرنت تايب اوف داتا برزنتيشن، ممكن ابرزنت الداتا بتاعتي ديفرنت تايبس او ديفرنت ويز. اول واي واللي معروف جدا يعني او استخدمناه كذا مره في حياتنا الدراسيه اللي هو التابيوليشن، اللي هو التيبلز. يعني التيبلز بيبقى ليها كده برينسيبلز او قواعد لازم تكون موجوده فيها عشان تكون جود تيبلز، يعني لازم يبقى فيري فيري سامبل از بوسبل. يعني انا لو عندي داتا كبيره جدا احاول ان انا اقسم الداتا ديت على 2 او 3 او 4 سمول تيبلز عشان يبقى كل تيبل فيهم يونت، يعني واحد بذاته كده اقدر افهمه من غير ما ابدا ابص في كل الداتا واتلخبط. لازم التيبل يبقى بيفسر نفسه بنفسه، يعني مش محتاج شرح، يعني ما اعملش تيبل ويبقى محتاج شرح اشرحه مع التيبل عشان يتفهم. كل طبعا رو او كولم، يعني الرو والكولمز بتاعته لازم تبقى ليبل، تبقى معروف ايه الكولم ده بيمثل ايه الرو ده بيمثل ايه. وطبعا لازم اليونت بتاعت لو انا بقيس حاجه مثلا، بقيس مثلا التول، هل انا شغال التول ممكن مش على البني ادمين بس، ممكن مثلا انا بقيس التول مثلا بتاع حشره معينه انا شغال عليها، فالحشره المعينه مش هيبقى مثلا اليونت بتاعتها بالسنتيمتر مثلا، ممكن تبقى بالملي. فلازم اليونت اللي انا شغال بيها ايا كان انا بقيس ايه لازم تكون معروفه في التيبل بتاعي، او لما اجي اريبريزنت الداتا ديت في شكل تيبل لازم احط تايتل للتيبل دوت عشان، ولازم التايتل طبعا يبقى كلير وات ذا بوينت، يعني ما يبقاش تايتل كده جنرال تايتل، لازم يبقى سبيسيفيك فور ذا تيبل. يعني التوتال كاونت، او لو انا شغال مثلا ايا كان الداتا اللي انا شغال عليها، مثلا لو انا شغال على كاونت او فريكوانسيز، يعني لازم التوتال بتاعتها تكون موجوده في التيبل عشان اقدر افهم التيبل لوحدي من غير ما حد تاني يفهمه لي، او ما يكونش محتاج شرح اكتر من الداتا اللي موجوده فيه.
طبعا يعني لو الداتا مش نوت اوريجينال، بمعنى لو مش انا اللي عامل الداتا ديت، او مش انا اللي كولكتد الداتا ديت في شكل التيبل دوت، لازم السورس بتاع الداتا يكون موجود، الريفرنس يعني. في تايبس اوف تيبل، 3 تايبس اوف تيبل عموما يعني، او كومن تايبس اوف تيبل هم 3. الماستر تيبل، الماستر تيبل دوت بيبقى بينكلود كل الداتا دايما، يعني مش دايما الماستر تيبل بيكون موجود في البيبرز، يعني انت لو قريت، لو حد بيقرا ابحاث او كده مش دايما هيشوف الماستر تيبل موجود في البيبر نفسها. الماستر تيبل ممكن يبقى في السبلمنتري ماتيريال او حاجه زي كده، عشان الماستر تيبل عباره عن كل الداتا اللي موجوده في الاكسبيرمنت اللي انا عملتها، فبيبقى صعب يتفهم شويه. فهو عاده بيبقى في السبلمنتري داتا، او مش هيبقى موجود اصلا، هيبقى موجود في شكل تيبلز اصغر، او اللي هي التايب الثاني اللي هو السيمبل تيبل. يعني السيمبل تيبل ما فيهوش اي حاجه، يعني ما فيش حاجه معينه فيه، هو عباره عن وان واي تيبل، كولمز رو وي ريبريزنت نوع من انواع الداتا معينه. الفريكوانسي ديستريبيوشن تيبل بيبقى تو كولم فريكوانت تيبل، الفيرست كولم بيليست الكلاس انتو ويتش داتا ار جروبد، يعني مثلا لو انا شغال مثلا على جروبس، لو انا معايا مثلا سامبل من بني ادمين او حاجه، او شغال مثلا على فريند مثلا، والفريند ديت مثلا ليها اعمار مختلفه، فببدا مثلا في الكولم الاولاني اقسم الفريند ديت لايج جروب مثلا من 5 ل 9 سنين، من 10 ل 14 سنه، من 15 ل 19 سنه، وبعد كده بكتب الفريكوانسي او عدد كل جروب الفريند في قد ايه، 11 18 35. فدول different types of tables او common types of table يعني اللي بنشوفهم عاده. طيب تاني نوع من الريبريزنتيشن بتاع الداتا هو، ودوت الاهم من رايي يعني، اللي هو الشارتس والدايجرام. زي ما قلنا في الاول ان الصور دايما بتبقى احسن في كل حاجه، اللي انا ريبريزنت الداتا بتاعتي في شكل صوره يعني بيبقى افضل طبعا من اي ارقام من اي تيبل. لو انت بتشوف صوره هتفهم منها احسن ما هتفهم الارقام. ممكن التيبلز تديك الارقام بالظبط عامله ازاي، بس الصوره بتديك البيج بيكتشر على طول، بتديك شكل الداتا كلها عامل ازاي، تقدر تفهم في اسوسيشن بتوين الداتا بتاعتك اللي انت شغال عليها، في اسوسيشن علاقه بين الجين اكسبريشن مثلا والبروتين اكسبريشن في نوع مرض معين وهكذا. اول ما تبص عليها مش هتبقى محتاج ان انت تفهم التوتال نمبرز، مش محتاج تفهم هل الداتا كانت جايه منين ولا مش جايه منين. الصور دايما بتبقى احسن في ريبريزنتيشن في اي حاجه، حتى لو انت بتعمل برزنتيشن، حتى لو انت بتعمل اي حاجه، الفيجرز احسن من الارقام. ده يعني الفيجر احسن من الارقام، او الاشكال احسن من الارقام، او البلوتس والدايجرامز والشارتس احسن من الارقام، يعني almost in all cases يعني. بس طبعا اكيد 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 في cases التيبلز هتبقى فيها هي الاحسن للريبريزنتيشن بتاع الداتا بتاعتك، فانت لازم تختار التايب اوف ريبريزنتيشن، او ازاي هتعمل ريبريزنتيشن للداتا بتاعتك في افضل صوره، لان دوت عاده هو اللي بيخلي مثلا ريسيرش ستدي تتقبل عن ريسيرش ستدي تاني، او تبقى مفهومه اكتر عن ريسيرش ستدي تانيه، احسن من تانية. ممكن يكون واحد ما عملش اي حاجه في الريسيرش بتاعه، ما يكون واحد عمل اي كلام بس الداتا بتاعته شكلها حلو، اختار الريبريزنتيشن صح للداتا بتاعته، فالناس اقتنعت بيها عن الفكره الثانيه او عن الاستدي الثاني. طيب في different types of charts، في different types of diagram، في different types of plots. شوف انت عايز تسميها charts، diagram، plots، ايا كان. فخلينا نقول كذا example وامتى بنستخدم ده وامتى ما بنستخدمش دوت. اول نوع هو البار شارت، يعني بار شارت نوع معروف قوي. دوت بي ريبريزنت الكواليتيتيف داتا، مش بنعمل بي ريبريزنتيشن للكوانتيتيف، بنعمل بي ريبريزنتيشن للكواليتيتيف داتا، اللي هي الاوردر داتا او النومينال داتا. يعني البارز كان بي ايذر فيرتيكال او هورزونتال، ماشي. ممكن البارز ديت ممكن تكون فيرتيكال او تكون هورزونتال. السكيل بتاع الواي اكسس ممكن اختاره عادي.
عادة البارز بتبقى equally spaced عن بعضها، يعني السبيس بتوين البار والبار بتبقى equally. والبار شارت بنستخدمها دايما لما بنيجي، عادة لما بنيجي نبريزنت مثلا count او frequency بتاع حاجة معينة. بصراحة انا البلوت دوت يعني انا جايبه فور اكزامبل، انا مش عارف هم كانوا بيقيسوا ايه هنا، بس يعني من الواضح ان في هنا كذا بلد، وكل بلد كان بيقيس فاكتور معين فيها، فهو بيبريزنت الكلام ده كله بالبار شارت. اوكي، الباي شارت. الباي شارت تقريبا دي اول شارت في حياتك يعني في المدرسه والحاجات دي. هي مش احسن حاجه، يعني مش احسن حاجه في معظم الاوقات، مش هتشوفها كتير. في ناس كتير بتستخدمها، يعني ممكن نشوفها عادي جدا، مش بقول ان هي وحشه يعني، بس كل ما الداتا كانت كبيره عاده ما بيستخدموهاش لما الداتا تكبر او الفاريبلز بتاعت الداتا بتاعتك تكبر. في الباي شارت سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه، انت بتبقى الدايره ديت عندك بتمثل 100% من حاجه معينه، وانت بتبدا تقسم ال 100% ديت according to الداتا اللي معاك. فديت مثلا الباي شارت ديت مثلا كانت بتمثل النيتيف سبيكرز اللي بيتكلموا انجلش في البلاد ديت، فمثلا من الواضح ان اكتر ناس بتتكلم انجلش او نيتيف انجلش يعني من كانوا موجودين في يو اس اي، وبعد كده يو كي، كندا، واستراليا والاذر كونتريز يعني، او البلاد الثانيه كلها. البار شارت والباي شارت ممكن يتعملوا على داتا واحده او نوع داتا واحده، او هي الداتا ممكن اعمل عليها بار شارت او باي شارت، ممكن استخدم الاثنين على الداتا، على داتا على يعني مثلا الداتا بتاعت الانجليش سبيكر ديت كنت ممكن اعملها بالبار شارت. امتى اروح للباي شارت او امتى اروح للباي شارت، ده هيكون على حسب اختيارك. بس طبعا تخيل كده لو الداتا بتاعت النيتيف سبيكرز ديت او الاذرز بتاعت البلاد ديت، لو انا احط كل البلاد اللي موجوده في العالم، فالباي شارت هتبقى صعبه جدا 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 ان انا اشوف اي حاجه منها، فمش هتبقى احسن اختيار. الاختيار الاحسن ان انا اروح للبار شارت. كل ما الداتا بتاعتك تكبر، كل ما يبقى احسن ان انت تروح للبار شارت لو انت هتبريزنت كواليتيتيف داتا زي دي. طيب في دايجرام تاني او شارت تاني اسمه لاين دايجرام. اللاين دايجرام دوت هو يعني بيربريزنت عاده فاريبل واحد اوفر تايم. الاشهر لاين بلوت او لاين دايجرام قابلناه في حياتنا في ثانويه عامه اللي هو بتاع السبيد والتايم في الفيزيكس. كل ما التايم بيزيد مثلا، كل ما السبيد بتاع حاجه معينه بتزيد ايا كانت ايه. فعاده التايم بيبقى على الاكس اكسس اللي هو تحت دوت، والفاريبل الثاني اللي هو بيتغير مع التشينج اوف تايم بيبقى في الواي اكسس. ان بيولوجي مثلا بنستخدمه امتى، ممكن او ممكن نستخدمه امتى، فور اكزامبل لو انا مثلا عندي بدي مثلا دراج معين او دراج معين في ديفرنت تايم تايم بوينتس معينه، يعني مثلا بدي الدراج ساعه بعديها بثلاث ساعات، اربع ساعات، خمس ساعات، ست ساعات، ومثلا بشوف التشينج بتاع حاجه معينه فور اكزامبل جين اكسبريشن معين، وببدا ارسم اللاين دوت واشوف التشينج بتاع الجين اكسبريشن دوت مع الوقت بتاع الدراج مثلا اللي انا كنت بدي فيه الدراج يعني. ببدا اشوف هل الجين اكسبريشن بيزيد بيقل بيفضل زي ما هو كل ما الوقت يمشي ولا لا. اوكي، نوع تاني اللي هو الهيستوجرام. الهيستوجرام نوع مشهور قوي 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 يعني. الهيستوجرام دايما بيبريزنت الديستريبيوشن بتاع فريكوانسي معين او كاونت معين، مش بيريبريزنت الكاونت نفسه. يعني انا لو عايز ريبريزنت كاونت بتاع حاجه معينه، فانا هروح للبار شارت. اوكي، لاني مثلا بلد الفلانيه او الفاريبل الفلاني كان موجود عندي بنسبه كذا، ده بار شارت. لكن الهيستوجرام بيشو الديستريبيوشن الداتا بتاعتي كان عامل ازاي. بمعنى ده مثلا بار شارت بيريبريزنت الهايتس بتاع مثلا كذا 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 بني ادم معين او البوبوليشن كلها ايا كان، بيبريزنت الطول بالسنتيمتر في الداتا بتاعتي او السامبل بتاعتي او العينه بتاعتي او البوبوليشن بتاعي، وديت الفريكوانسي بتاع كل طول كان قد ايه. فانا هنا بشول ديستريبيوشن، ما يهمنيش هو الشخص الفلاني ده كان طوله قد ايه، على قد ما كل الناس اللي في السامبل بتاعتي الديستريبيوشن بتاع اطوالهم كان عامل ازاي. فمثلا لما نيجي مثلا نشوف مثلا اكتر طول دوت
عرفت منين ان هو اكتر طول؟ لو بصيت على الفريكوانسي هنا هو معدي ال 20، فكان عندي مثلا يعني مثلا فور اكزامبل لو انا عندي 100 واحد في العينه بتاعتي، كان في منهم 20 واحد معدي الرينج دوت من الطول، اللي هو تقريبا من 100 170 تقريبا، يعني من 172 ل 175 كانوا معديين ال 20 واحد. يعني مثلا لو انا معايا 100 ف 20 واحد منهم او اكتر من 20 واحد، 23 تقريبا في البلوت اللي عندي دوت، كانوا معديين مثلا ال 170 لحد ال 175. فانا هنا ما اعرفش مين هم اللي معديين التول دوت، بس انا عرفت ان التول دوت او الرينج من التول دوت اللي هو من 172 ل 175 كانوا معدي، كان في 20 واحد في الداتا بتاعتي او 23 واحد في الداتا بتاعتي معديين الرينج دوت من التول او في الرينج دوت من التول. فانا بدات اشوف الديستريبيوشن بتاع الداتا بتاعتي متوزع ازاي من غير ما يهمني هو مين اللي عنده التول دوت، او مين الفلاني او الشخص نفسه كان طوله قد ايه. ما كانش مش دي هي اللي بتهمني على قد ما اشوف الديستريبيوشن بتاع الداتا بتاعتي كلها. اوكي، نوع تاني من البلوتينج او البلوت يعني اللي هو السكاتر بلوت. السكاتر بلوت برضو نوع جدا معروف. البلوت دوت بيبقى عندي تو فاريبلز، حاجه اسمها الاكسبلاناتوري فاريبل اللي هو بيبقى دايما على الاكس، والريسبونس فاريبل اللي هو دايما بيبقى على الواي. السكاتر بلوت دايما بستخدمه لما اجي اشوف اسوسيشن بين تو ديفرنت فاريبلز، لما يبقى عندي متغيرين وعايز اعرف ايه العلاقه اللي ما بين المتغيرين دول، ببدا استخدم السكاتر بلوت دوت. فور اكزامبل مثلا الاكسبلاناتوري فاريبل، دايما الاكسبلاناتوري فاريبلز انا اللي بتحكم فيه، انا اللي بغيره. الريسبونس فاريبل دوت الفاريبل اللي انا بشوف هل ليه علاقه مع الاكسبلاناتوري فاريبل ولا لا. فالاكسبلاناتوري فاريبل فور اكزامبل مثلا لو واحد مثلا شغال على نباتات او البلانت جروث يعني، فانا مثلا لو انا عندي كذا تايب اوف فيرتلايزرز او مثلا ديفرنت تايبس اوف فيرتلايزرز، وانا بشوف او كونسنتريشن معين من الاسمده يعني انا بزوده مع الوقت، فانا بشوف مثلا كل ما ازود السماد الفلاني دوت هل البلانت جروث هيعلى ولا لا. فانا الكونسنتريشن بتاع الفيلترايزر دوت الاكسبلاناتوري فاريبل اللي انا اللي بتحكم فيه، والريسبونس فاريبل ده انا ما بتحكمش فيه، ده انا عايز اشوف هل هو ليه علاقه مع الاكسبلاناتوري فاريبل ولا لا. دوت ممكن يعني بيستخدم كتير جدا 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 في الاناليسيس، او يعني لو حد شغال الجينومكس او بروتيومكس او ميتابلومكس البلوت دوت يعني لازم يبقى موجود في اي بيبر او اي ريسيرش يعني، لانه هو بيشوف دايما احنا بندور هل في اسوسيشن بين حاجتين ولا هل في علاقه ما بين حاجتين ولا لا. لو انا شغال مثلا على، خلينا يعني نخلي الاكزامبل هو مثلا لو انا شغال على دراج دوز، مثلا لو انا عندي دراج معين بشوف هل لو زودت الدوز بتاعته الجرعه بتاعته هل مثلا هيبقى في تاثير على البروتين معين ولا لا. فهزود الدوز واشوف وقيس البروتين ده بقى قد ايه، ازود الدوز واشوف البروتين بقى قد ايه. في الاخر خالص بجمع البوينتس بتاعتي اللي انا لميتها في الاكسبيرمنت واعمل السكاتر بلوت. الدوز اللي هي الكونسنتريشن اوف دراج يعني هيبقى على الاكسبلاناتوري فاريبل اللي هو الاكس، لان ده اللي انا بتحكم فيه، والريسبونس اللي هو البروتين انا ما اعرفش هو هيزيد ولا هيقل كل ما ازود الكونسنتريشن ولا لا، ده اللي انا عايز اشوفه. فببدا اشوف السكاتر بلوت. لو مثلا السكاتر بلوت بتاعي طلع زي اللي على الشمال هنا، كل ما الدوز مثلا بتعلى البروتين كان بيعلى، فكده التو فاريبلز دول ماشيين مع بعض، بنسميها بوزيتيف كورليشن. لو عكس كده فبنسميها نيجاتيف كورليشن، لو ما فيش اي افكت فكنا هنلاقي ان الارقام كلها مثلا طالعه على صف واحد او كل بوينت طالعه على صف واحد. اوكي، في عندنا حاجه مهمه تاني في الاستاتستيكال اناليسيس او البايوستاتكس يعني عامه يعني في الاستاتكس، هي بنسميها السنتر اوف تندنسي او الافريجز. وهنا بنيجي شويه نبص على ارقام ما بيبقاش في اشكال او يعني بلوتس او دايجرامز. السنتر اوف تندنسي ديت الميشن بتاعها او الايم بتاعها اللي انا ادي رقم واحد بيريبريزنت الداتا كلها اللي عندي، يعني انا من رقم واحد عايز اعرف الداتا اللي عندي كان شكلها عامل ازاي، او اقدر احكم على الداتا بتاعتي من خلال رقم واحد. يعني انا مثلا لو عندي 100 رقم انا عايز رقم واحد يقول لي يديني كده انسايت على كل الداتا اللي عندي، انفرنس على كل الداتا اللي عندي، زي ما بنعمل في حوار السامبل والانفرنس على البوبليشن. انا عندي سامبل، فمن السامبل ديت انا هجيب رقم ينفرنس
كل الارقام اللي هتبقى موجوده في البوبيليشن. طيب الموست يوزد يعني سنتر اوف تندنسي ميجرز هي المين اللي هو الافريج اللي هو المتوسط الميديان والمود. المين بكل سهوله جدا هو المتوسط الافريج. حساب الافريج سهل جدا, لان مثلا لو انا عندي شكل الداتا ديت فانا بعمل ايه, بس بعمل سم لكل الداتا اللي عندي وبقسم بعمل ديفايدد الكاونت اوف داتا اللي عندي. فمثلا فور اكزامبل هنا الافريج او المين كان 7, فاحنا لو بصينا على الديستريبيوشن اوف داتا دايما المين مش دايما بس المين عاده المفروض يبقى موجود في السنتر بتاع الداتا بتاعتي. الميديان الميديان هو حرفيا الرقم اللي في النص, ايا كان الرقم اللي في النص ده وايه هو دوت الميديان. فانا مثلا لو عندي ارقام معينه داتا معينه فانا ببدا ارتب الداتا تحت ديت من الصغير للكبير, فمثلا 1 3 3 6 7 8 9. فالرقم لو انا هاجي اقسم كده الارقام ديت فانا 1 3 3 ديت هنا وال7 8 9 هنا, مين الرقم اللي في النص 6, فهو ده الميديان بتاعي. ده لو الارقام كانت ايفن, يعني ايفن يعني هنا 1 2 هنا لو الارقام كانت اقدر اقسمها يعني 3 و3 فهيبقى في النص دوت هو يبقى الميديان. لكن لو انا عندي مثلا ارقام زي ديت او داتا زي ديت فانا لو جيت قسمت هنا وهنا هيبقى رقمين في النص. فبعمل ايه, بجيب باخد الرقمين اللي في النص دول وبجيب المين بتاعهم بعمل لهم صم وبقسم على عددهم اللي هو هيبقى 2 طبعا. فمثلا الميديان بتاع الارقام دول هيبقى الافريج بتاع التو بتاع الرقمين اللي في النص, ف4 بلس 5 يكون 9 ديفايد 2 ف4.5, فده الميديان او الرقم اللي في النص بالظبط في الداتا سيت. المود حاجه سهله جدا جدا جدا, بيبقى عندي داتا بالشكل دوت برتبها برضو من الصغير للكبير, والمود بيبقى عباره عن اكتر رقم اتعاد. ممكن يبقى عندي كذا مود, يعني الميديان مش هيبقى عندي كذا ميديان, المين او الافريج عمره ما هيبقى عندي كذا مين او كذا افريج, لكن المود ممكن يبقى عندي كذا مود وكذا او يبقى عندي كذا مود عادي جدا. لان مثلا في ارقام زي ديت هو المود تاني هو اكتر رقم اتعاد عندي في الداتا. فانا مثلا الداتا بتاعتي ايه اكتر رقم اتعاد كان الثلاثة, اتعاد 3 مرات والاربعة اتعاد 3 مرات, فالمود بتاعي هو 3 و4. طيب ايه انهي احسن حاجه, يعني انا لما اجي اريبريزنت الداتا اريبريزنتها باي المين باي ميديان باي مود ولا بالتلاته؟ عاده ما بنستخدمش التلاته مع بعض, احنا بنستخدم واحد معين. طيب الواحد دوت هيبقى على حسب ايه؟ على حسب الديستريبيوشن بتاع الداتا بتاعتي, واحسن واحد فيهم هيريبريزنت فعلا الداتا بتاعتي. ففور اكزامبل مثلا انا لو عندي داتا سيت زي ديت 1 1 2 3 4 5 5 5 5 6 7 8 1000, لو انا جيت حسبت المين بتاعه الارقام ديت هلاقيها ان هي 80.9 80.9, الميديان هيبقى 5 والمود هيبقى 5. فلو جينا بصينا هنا هنلاقي ان المين شويه بعيد خالص, وده بسبب ان في هنا حاجه بنسميها اوتلاير. الاوتلاير دوت اللي هو رقم كده غريب عن الداتا سيت كلها. انا عندي الداتا دي كلها ماشيه تمام, 1 1 2 3 4 5 6 و7 و8 تمام, كل دوت ارقام قريبه من بعضها, لكن بعد كده 1000. ف1000 ديت خلت الحساب بتاع المين او الايكويشن بتاعه المين اللي هو بعمل صم لكله وبقسم على عددهم تبقى 80, فالرقم او 81 لو هنقربها يعني. فالمين دايما او المتوسط او الافريج بنقول عليه ان هو بيتاثر بالاوتلايرز. لو عندك اوتلايرز في الداتا مش احسن حاجه تستخدمها هي المين, لان الاوتلاير ديت هتاثر في حساب المين او الافريج بتاعك, فهتبقى 80. فال80 ديت نوت ريبريزنت لاي حاجه, يعني ال80 ديت بعيد قوي عن ال1000 وبعيد قوي عن الارقام التانية. يعني لا, يعني اكبر رقم في الارقام التانية لو هنقسم الارقام ديت لتو جروب هو 8 و1000, فال80 دي بعيد قوي عن ال8 وبعيد قوي عن ال1000, فالمين نوت ريبريزنت لاي حاجه في الداتا سيت بتاعتك. الميديان هي 5, الخمسه والمود هو كمان 5, بس خلينا نتكلم في الميديان. المود عاده مش بنستخدمه وهنعرف ليه بعد شويه في الاكزامبل الثاني, بس خلينا في الميديان دلوقتي. الميديان ايكوال 5, ال5 هي ريبريزنت لاول جروب من الداتا من غير ال1000, واحنا اتفقنا ان ال1000 ديت اوتلاير ممكن اصلا يبقى ايرور عندك في الداتا او حاجه زي كده عاده بيتشال اصلا. ف الميديان هو افضل طريقه تريبريزنت بيها الداتا ديت, او لو الداتا ديت في الاكزامبل بتاعك دوت, فالميديان كان افضل هنا من المين. طيب نروح للاكزامبل الثاني اللي هو 100 100 200 300 400 500 600 700 800 و1000.
لو انا جيت استخدمت المين هنا والميديان والمود هنلاقي مثلا ان المين هنا ايكوال 470 والميديان كان 450 والمود كان 100. تعالى كده نشوف المود ليه دايما مش بنستخدمه او ما حدش بيستخدمه قوي. تعالى هنا نشوف ليه المود ايكوال 100. المود ايكوال 100 او 100 عشان ال 100 هي اكتر رقم اتعاد، هي الوحيده اللي اتعادت مرتين. بس 100 دوت بعيد قوي عن اي حاجه، بعيد قوي عن 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 مثلا 300، بعيد عن 400، بعيد عن 500، بعيد عن 600، بعيد عن 700، بعيد عن 800، بعيد عن 1000. فالمود مش بيريبريزنت كويس الارقام دي، فالمود عاده مش بنستخدم. ممكن حد يقول لي طب ما احنا في الارقام الثانيه او في الاكزامبل اللي على الشمال دوت المود كان كويس زي الميديان كان 5. تمام، وانت معاك حق وكل حاجه، لو انت استخدمته في داتا زي ديت هيبقى الكلام ماشي كويس جدا. بس عاده انت الداتا بتبقى كبيره قوي، ما بتبصش في كل رقم رقم، فالمود دايما بيتاثر بحاجات كتير. لو مثلا عندك رقم بيتعاد كتير قوي قوي، يعني مثلا لو انت عندك الزيروز بتتعاد كتير قوي في الداتا، ودوت عادي لو انت بتقيس بروتينز او جينز اكسبريشن هتلاقي فيه زيروز كتير قوي. فالزيروز ديت بتبقى عاده ايرورز يعني، او هي فعلا مش موجوده، او الجين اكسبريشن بتاع جين معين فعلا مش موجود. بس يعني هنقول ان الزيروز ديت ايرور في الداتا، فالمود بتاعك هيبقى زيرو ودوت مش صح. فدايما المود بيبقى بيتأثر بحاجات كتير جدا، ما بيبقاش احسن حاجة، فعادة بنبعد عنه. عادة بنستخدم المين الافريج او الميديان، وعادة عشان الاوتلايرز اصلا بتتشال فبنروح للمين على طول. بس هنا مثلا في الداتا اللي عندي على اليمين ديت، المين والميديان قريبين جدا من بعض، ودوت الطبيعي. لو الداتا بتاعتي طبيعية ما فيهاش اوتلايرز، المين والميديان هيبقوا شبه بعض جدا. المفروض لو الداتا سليمة 100% المين والميديان يبقوا ايكوال لبعض، بس دوت ما بيحصلش في الطبيعه، ده ما بيحصلش الا بنسبه قليله قوي 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 قوي، وما فيش داتا بيرفكت قوي ان المين والميديان يبقوا قد بعض بالظبط، بيبقى صعب. اوكي، فالمين هنا 470، الميديان هنا 450. انا لو شغال على داتا زي دي هختار المين لاسباب كتير. اول حاجه ان المين هو الموست يوزد center of tendency من التلاتة دول. والسبب تاني ان لو بصينا على الداتا هنا هنلاقي ان 470 هي فعلا اللي في النص عن الميديان اللي هي 450. ليه؟ لان انا عندي هنا 200 تعادوا، فشفتت الافريج لل 470 مش 450، فالمين هنا representative للداتا بتاعتك اكتر من الميديان. كل دوت بيجي مع الاكسبيرينس، كل دوت بتقدر تحددوا من 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 كذا شغل ورا بعض، من داتا كتير شفتها، من ريزلتس كتير شفتها، بتقدر تحدد على طول مين احسن من مين للداتا بتاعتك. اوكي، ايه التولز او ايه البرامج او ايه السوفت ويرز اللي بنقدر نستخدمها عشان 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 نعمل الاستاتستيكال اناليسيس او الباي ستاتستيكال اناليسيس بتاعتي؟ اول حاجه عندنا الار. الار هي مش سوفت وير ولا تول، الار هي سكريبتنج لانجويج او كودنج لانجويج او بروجرامنج لانجويج. الار هي بالنسبه لي وبالنسبه لمعظم الباي انفورميشن هي افضل تول او افضل سكريبتنج لانجويج تستخدمها لما بتيجي تعمل statistical analysis، لان هي قوية جدا في شكل الفيجواليزيشن بتاعها، شكل الفيجواليزيشن والبلوتينج والدايجرام بتاعها شكله كويس جدا. عندها analysis workflow كتير قوي build in فيها، انت مش لازم انت اللي تعملها او مش لازم انت اللي تكتبها من الاول وجديد، سهلة في التعامل. انت هتكتب script واحد لنوع اناليسيز معينه، هتفضل تستخدمه، هتغير في حاجه بسيطه على حسب الداتا الجديده، بلس ان هي سهله جدا 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 اللي انت تتعلمها. يعني حاجه تانية ميزه برضو مميزات الار، ان الار مش بس للاستاتستيكال اناليسيز او للبايو ستاتستيكال اناليسيز. لو انت اتعلمت الار هتقدر تعمل بيها ديفرنت تايب اوف بايولوجيكال اناليسيز، تقدر تعمل بيها جينومكس اناليسيس، تقدر تعمل بيها ان جي اس، تقدر تعمل بيها بروتيومكس، تقدر تعمل بيها ميتابرومكس اناليسيس، تقدر تعمل بيها انريتشمنت اناليسيس، جين انتولوجي اناليسيس. الخلاصه اللي انت تقدر تستخدمها في الاستاتستيكال او الباي ستاتستيكال اناليسيس والبيولوجيكال اناليسيس. طيب النوع الثاني، السوفت وير الثاني المعروف برضو اللي هو الاس بي اس اس. انا صراحه في كل دوت ما استخدمتش غير الار يعني والبايثون، بس الاس بي اس اس في ناس كتير جدا بتستخدمه في البيولوجي.
هو مش اكتر حاجه، بس في ناس بتستخدمه. الماتلاب، الماتلاب في ناس كتير جدا جدا بتستخدمه، حتى في البيولوجي في ناس بتستخدمه، بس برضو زي ما بقول يعني هو مش اشهر حاجه. الاكسل هو يعني مش عارف ليه انا حطيته، بس هو لازم يتحط يعني، هو برنامج قوي طبعا، ما حدش يقدر يقول اي حاجه، بس هو مش احسن حاجه في الفيجواليزيشن، مش احسن حاجه اللي انت تشتغل بيها على لو الداتا بتاعتك كبيره قوي قوي قوي، مش احسن حاجه اللي انت تروح للاكسل، لان الاكسل ليه ليميتيشن معين في الداتا بتاعتك، فمش احسن حاجه اللي انت تستخدمها. بس هو سوفت وير ممكن تستخدمه في الباي ستاتستكس اناليسيس. الاس اي اس هو برضو برنامج زي الاس بي الاس بي اس اس، برنامج مش 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 سكريبتنج، مش كودنج، مش كوماند لاين، في او في تو اوبشن، في كودنج كوماند لاينز، وفي جي او اي او الجرافيك يوزر انترفيس، يعني ممكن تستخدم الاثنين. يعني ما شفتش ناس كتير بتستخدمه دوت، دي ده اللي انا شفته، ده انا ما اعرفش هل دي حقيقه ولا لا، بس في البيولوجي انا ما شفتش ناس كتير بتستخدمه. في البايثون، بايثون هي بروجرامينج لانجويج، مش اسهل حاجه تتعلمها عشان البايوستاتكس، يعني انت لو عايز تتعلم حاجه عشان البايوستاتكس مش اسهل حاجه ان انت تروح للبايثون، لاني مش 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 ديت هي من يعني بايثون ليه مميزات كتير، هي بروجرامينج لانجويج، بتقدر تعمل بيها حاجه، بتقدر تعمل بيها العاب، بتقدر تعمل بيها بروجرامينج لانجويج، بتقدر تعمل سوري تقدر تعمل بيها ابلكيشن، موبايل ابلكيشن، تقدر تعمل بيها ويب سايتس، تقدر تستخدمها في البيولوجيكال اناليسيس، تقدر تشتغل بيها ماشين ليرنينج، تقدر تعمل بيها حاجات كتير جدا. هي بروجرامينج لانجويج زي سي بلس بلس، زي سي شارب، زي جافا، زي اي حاجه. فهي مش افضل يعني، هي مش اسهل حاجه تتعلمها لو انت عايز بس تتعلم حاجه عشان البايوستاتكس، لو انت عايز تتعلم حاجه بس عشان تستخدمها في البايوستاتكس فانت تروح لاي حاجه غير البايثون. بس لو انت عايز تتعلم بايثون او انت عارف بايثون ممكن تستخدمها عادي جدا في البايوستاتستيكال اناليسيس. في ناس كتير جدا بتفضل بايثون في الاناليسيس عموما ايا كان عن لغات تانية كتير، فانت يعني في ناس كتير بتعرف ار وبتعرف بايثون وبتعرف لغات تانية كتير وبتروح لبايثون مثلا برضه في الاستاتستيكال اناليسيس، فانت لو عارف بايثون فانت تقدر تستخدمه في البايوستاتستيكال اناليسيس. في تولز كتير جدا في بايثون بتسهل الموضوع دوت، زي جوبيتر نوت بوك، زي بانداس، زي ماتلاب، زي نامبي، في حاجه كتير جدا، في باكجز كتير جدا تقدر تستخدمها في بايثون عشان تعمل بيها الاستاتستيكال اناليسيس. الميزه الوحيده اللي في بايثون عن باقي الحاجات التانيه، هيبقى عندك كنترول اكتر على الفيجواليزيشن، يعني اي حاجه عايز تعملها في البلوت تقدر تعملها بايثون، اي حاجه حتى لو كانت صغيره. باقي الحاجات دي بتبقى almost default. الار بتقدر تتحكم في حاجات كتير، بس في حاجات كده مش هتقدر تعملها. نفس الحاجات في كل الباقي، هي في حاجات ديفولت كده هي بتاعت البرنامج، هو البرنامج بيطلعها بالشكل دوت فانت مش هتقدر تتحكم فيها. بايثون هي بروجرامينج لانجويج، فانت ممكن تعمل البلوت بتاعك او الدياجرام بتاعك from scratch، كل حاجه فيه انت اللي ممكن تعملها، ده بيبقى اصعب اكيد، بس بتديك كنترول اكتر على الحاجات. اوكي طيب، ابدا منين بايوستاتكس، او ابدا اذاكر ازاي لو انت عايز تذاكر لوحدك؟ صراحه الموضوع ده كان صعب بالنسبه لي لسنين كتير، لان انا كنت بدور على ريسورسز سهله ومش ممله، عشان انا كان عندي مشكله من ناحيه الاستاتستيكال اناليسيس، ما بحبش الارقام، ما بحبش الماث، فكانت عندي مشكله كبيره، فتوصلت للحاجتين دول. دول افضل حاجه توصلت بيهم لحد دلوقتي. ما اعرفش لو حد قابله حاجه من الدكاتره اللي بتحضر، او من الطلبه اللي بتحضر، او ايا كان مين اللي بيحضر، لو حد عنده اي حاجه كويسه في الاستاتستيكال اناليسيس ممكن يشيرها معانا. يعني الكورس بتاع كورسيرا دوت هو اسمه statistics with R specialization. هما 5 courses، ال 5 courses كل كورس فيهم 4 weeks حاجة زي كده، كل week من 5 to 7 lectures صغيرين، يعني مع امتحان في الآخر، وحاجة اسمها R lab. الفكرة الكورس اللي هو بيشرح لك عادي جدا statistics بعيدا عن أي نوع من أنواع الداتا، يعني ملوش علاقة بالبيولوجي، ملوش علاقة بالفاينانس ولا البيزنس ولا الماركتينج، هو بيشرح statistics عادي جدا. بس في الآخر خالص بيعملوا كده حاجة اسمها R lab، بيوريك كل اللي انت تعلمته ازاي ممكن تعمله بالR. فالأحسن اللي انت تكون عارف
بيزكس بيزكس مش حاجه جامده قوي، بيزكس ار قبل ما تخش الكورس دوت، بس هو كورس كويس جدا هياخدك from zero ممكن نقول لحد مثلا يعني اول ما تخلص الفايف كورسز دول هيبقى انت كده عديت الانترودكشن او البيزكس اوف statistical analysis، ودوت انت يعني البيزكس ديت انت مش هتبقى محتاج اكتر منها لحبه حلوين، يعني انت لحد ما تخلص لحد ما تخش في الماستر بتاعك انت ممكن ما تحتاجش اي حاجه كبيزكس يعني في الاستاتستيكال اناليسيز. لو انت شغال استاتستيكال اناليسيز فور البيولوجيكال وورك بتاعك مش كباي انفورماتكس مش تبقى محتاج اكتر من اللي هيبقى موجود في الكورس دوت لحد سنين حلوين يعني كام سنه حلوين كده ما تخلص كليتك ولحد ما تبدا تيجي تخش في الماستر كده هتبدا بقى تبقى عايز حاجات اقوى من كده شويه فهتبدا تدور عليها ما فيش مشكله. بس الكبيزكس الفايف كورسز دول كويسين جدا جدا جدا، وبرده الفايف كورسز او السبيشاليزيشن ديت عاملين كتاب، يعني في كتاب لو دخلت على الكورس يعني هو موجود على كورسيرا لو دخلت عليه هيقول لك اللينك بتاع الكتاب وهو فري تو داونلود، يعني فهو كتاب كويس جدا يعني كتاب صغير كده بس هو حلو جدا. الحاجه الثانيه او الماتيريال الثانيه حاجه اسمها هاند بوك اوف بايولوجيكال ستاتكس دوت ثيرد اديشن، ده صراحه كويس جدا جدا جدا. انا مش بستخدمه في المذاكره يعني انا ما استخدمتش دوت اللي انا اذاكر، بس هو كريفرنس ليك اللي انت ترجع لتست معين او لاناليسيز معينه كويس جدا 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 وشرح فيه سهل قوي.